بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم ان شاء الله هنتبع موضوعنا الجنكشن فيلد او الفيلد افكت ترانزستور بشكل عام في الاي سي اناليسيس. احنا شفنا المحاضرة الماضية ايش هي الايكوفالنت سيركت للفت. قلنا في عنا اللي هي الريال او البراكتيكال، وفي عنا الايديال. الفيلد افكت ترانزستور في الاي سي سمول سيجنال ماشي. قلنا الايكوفالنت سيركت في عندي كرنت سورس، في عندي سمول ار بين الجيت والسورس، وهي عندي السورس وهنا عندي الجيت، وانا عندي اللي هي سمول ار برايم درين سورس وهي الدرين. قلنا هي سميناها الكومبليت، وقلنا انه ار جي اس برايم وار دي اس برايم هدول مالهم انترنال ريزيستنس ومالهم كبار كتير، وفرجيت كلش كبار كتير. قلنا بين الجيت والسورس في عنا ايش؟ يا ريفرس بايسنج في حالة الجنكشن فيلد افكت ترانزستور، يا الجيت اصلا مفصول عن السورس في حالة الموسفيت بسيليكون دايوكسايد، فبتكون مقاومة كبيرة كتير. في حالة ما بين الدرين والسورس شفنا من الكاركترستيك كيرف انه بالفعل هاي المقاومة بين الدرين والسورس بتكون برضو كبيرة كتير. فقلنا الايديال او السمبليفايد موديل بعتبر التنتين اوبن سيركت، فبكون عندي كرنت سورس وهنا الدرين والسورس، وبعدين عندي الجيت، ما انساش اللي هي المخرج الجيت. هذا هو بصير الترانزستور تبعي، فبكون عندي دائما اللي هو في جيت سورس. طبعا الكرنت سورس هو جي ام في جيت سورس، الترانس كوندكتنس في جيت سورس، وهنا عندنا الكرنت سورس اللي هي جي ام في جيت سورس. هذه كرنت على فولتج متذكرينها، عشان هيك احنا بنسميها ترانس كوندكتنس. تمام، اعتبرنا انه المقاومتين فيري لارج. بعدين ايش كمان عملنا المحاضره الماضيه؟ شفنا الفولتج جين للفيلد افكت ترانزستور، شفناه لما يكون عندي اكسترنال ار درين، وشفنا لو انا اخذت بعين الاعتبار السمول ار دي اس برايم، وشفنا كمان هاي الحالة الثانية، والحالة الأخيرة شفنا لما يكون عندي R S. حسبنا الـ AV لهدول الحالات الثلاثة، وفهمنا كيف إحنا نتعامل مع الـ Voltage Gain لكل حالة من الحالات التالية. هلا إحنا هناخد بالتفصيل كل دائرة من الدوائر اللي أخذناهم في الـ DC Biasing، ونشرح الـ AC Analysis تبعتها. نبدا بالكومون سورس امبليفاير لمين؟ للجنكشن فيلد افكت ترانزستور. نبدا بالجنكشن فيلد افكت ترانزستور. اذا احنا فهمنا كيف نتعامل بالاي سي اناليسيس للفي باي جنكشن ترانزستور، حيكون التعامل للاي سي اناليسيس للجي فيلد برضه سهل. ناخذ دائره اللي هي السيلف بايسنج للجنكشن فيلد افكت ترانزستور، اللي هي الدائرة اللي اخذناها في الدي سي اناليسيس. كان في عندي ار جي كبيرة، ار عندي ار اس وار دي، وهنا عندي في دي دي، ار لود هنا سي ثلاثة سي اثنين، وهنا عندي في ان وهنا سي واحد. تمام، اذا احنا اليوم هلقيتها حنشوف كيف بدنا نحلل دائره الجنكشن فيلد افكت ترانزستور في وجود السمول اي سي سيجنال. زي ما انتم شايفين هاي الدائره احنا اخذناها قبل هيك في الدي سي اناليسيس، لانه سي 1 وسي 2 وسي 3 قلنا مالهم بكونوا اوبن سيركت في الدي سي، فبترجع الدائره اللي احنا حللناها مع بعض في الاي سي اناليسيس. خلينا نرسم الايكوفالنت سيركت اول حاجه عشان نقدر نحلل الدائره. بداية أنا علمتكم أول ببدأ بمين؟ بالترانزستور. الإيكوفالنت سيركت للترانزستور هنا الـ AC إيكوفالنس. ببدأ بالترانزستور، هاي الدرين، هاي الجيت، هاي السورس. ما بين الدرين والجيت قلنا في عندنا كرنت سورس، ديبندنت كرنت سورس، إيش قلنا بيساوي؟ جي إم في جيت سورس، هاي الدرين وهاي السورس.
وعند الجيت في عندي اللي هو الاكزيت تبع الجيت، هذا هو الترانزستور تبعي الايكوفالنت سيركت بتاعته. نبدا على الار اس. الار اس اشمالها؟ صار لها شورت سيركت في وجود السي تي ان اس، سي تي ان اس صارت شورت سيركت فعملت شنط للار اس. فعندي شورت سيركت، نيجي للجيت. الجيت في عندي سي واحد بتصير شورت سيركت بتعمل كابلينج للفي ان مع الجيت، وار جي بتضلها زي ما هي. ار جي بتضلها زي ما هي، وهنا عندي اللي هي في ان. انتم ملاحظين ار جي في الاي سي ال اس اس بتضلها، في الدي سي ال اس اس كنا نقول في عندنا سمول اي جي او زيرو اي جي بتعمل شنط لار جيت. في الاي سي ان لسز بننسى الدي سي ان لسز، بنحكي على الاي سي ان لسز. الاي سي ان لسز في عندي فولتج اللي عند الجيت، اذا كانت ار جي كبيره كثير بهمل اللي هي الار تاعت السورس الانترنال ريزيستنت تاعت السورس، وبالتالي الجيت بتشوف كل الفي ان، فالها دور مهم الار جي، قيمه كبيره تاعت الار جي دائما. هنا في عندي الار دي بتطلعها زي ما هي، بس ايش بصير للفي دي دي؟ بتصير شورت سيركت، يعني بتصير الار دي ما بين الدرين والجراوند. هاي الار دي، ومين كمان بتصير ما بين الدرين والجراوند؟ الار لود، لانه سي 3 بتصير شورت سيركت فباراليل مع الار لود. وهذه قلنا في الدي سي اناليسيس ايش بتصير؟ ار سمول دي، نفس اللي اتبعناه في الباي جنكشن ترانزستور. قلنا احيانا بتكون الار دي هي نفسها الار دي كابيتال اذا فيش عندي ار لود، في عندي ار لود حتكون ار دي صغيره بتختلف عن ار دي. هذه هي الايكوفالنت سيركت. طيب نيجي اول نبدا بالدي سي انلسز للتسكير، وناخذ اللي هو التحليل اللي سميناه احنا الميد بوينت بايسنج. احنا في الاي سي في الدي سي اناليسيس كل المكثفات بصيروا اوبن سيركت، فهي الدائره اللي عندنا في الدي سي اناليسيس، هاي ار جي، هاي ار اس، ار درين، وفي دي دي. الميد بوت بايسنج ايش قلنا؟ في دي بتساوي نص في دي دي، اي درين بتساوي نص اي دي اس اس. قلنا عندها في جيت سورس ايش بتساوي؟ V get source of على 3.4 عند قيمة ID بتساوي نص ID SS. هذا عند الميد بوينت بايسنج. نيجي لل AC analysis. لو ما اخذناش الميد بوينت بايسنج فهمنا كيف نحلل هاي الدائره مع بعض، صح؟ قلنا في جيت سورس ايش بتساوي؟ نص نص اي درين ار اس، وبعدين حنبدا نكمل التحليل الباقي. لو اخذنا اي بايسنج ثاني بنحل المعادلتين مع بعض، انه اي درين بتساوي اي دي اس اس في في جيت سورس ماينس في جيت سورس اوف الكل تربيع. نيجي للاي سي اناليسيس اللي هي الحاجه الجديده، هذا للتسكير، قلنا ممكن اخذ الميد بوينت بايسنج في هذا الستراكشر او اي نقطة ثانية. ايش بصير هنا للتحليل تبعتنا؟ بدنا مين احنا؟ اي في مثلا، هل بدنا نجيبها؟ ار ان، ار اوت. خلينا نبدا بالاي في. ايش هي في ان؟ في ان دائما بطلع على الترانزستور تبعه وايش عند الانبوت تبعه. عشان اجيب اي في بدنا في اوت تبع الترانزستور على في ان تبع الترانزستور. بعد هيك بقول اي في برايم لو انا بدي اقيس اوتبوت نهائي مع اللي هو السورس، متذكرين زي باي جنكشن ترانزستور. نيجي لفي اوت، مين في اوت؟ اللي هو عند الدرين تبع الترانزستور اللي هو حوالين اللود. في اوت دائما بيكون حوالين اللود. في اوت حوالين اللود، هاي اي درين، ايش بيساوي اي درين؟ ماينس سوري الفي اوت ماينس اي درين في ار دي. ماينس اي درين في ار دي، ليش الماينس؟ لانه الكرت في اتجاه الفولتج رايس. على في ان، مين هي في ان؟ على طول في ان حوالين الجيت، فحتضلها في ان اللي هي في جيت، اللي هي مين في جيت في هالحالة؟ هي نفسها في جيت سورس. برافو عليكم. نعوض عن اي درين، اي درين هي عبارة عن مين؟ ماينس جي ام في جيت سورس ف
في ار دي على في جيت سورس. في جيت سورس بتروح مع في جيت سورس، ايش بضل عندي؟ ماينس جي ام في ار دي. اذا الافر الامبليفيكيشن تبعت الترانزستور اللي امامنا هي عباره عن ماينس جي ام في ار دي. طب ناخذ مثال تفصيلي على حلها، بنحله دي سي واي سي. ليش حنحله دي سي؟ لانه دائما انا هحتاج الجي ام، والجي ام بتساوي جي ام 0 في 1 ماينس في جيت سورس على في جيت سورس اوف. ومتذكرين مين هي جي ام؟ جي ام 0 ايش بتساوي؟ اي دي اس اس في 2 على في جيت سورس اوف، وقلنا بناخذ الابسولوت فاليو. نحل مثال تفصيلي. المثال التفصيلي بهمش هرجع ارسم الرسمه. ان تايب ان تشانل ار دي ار اس في دي دي، هنا ار جي، عندي سي 1، وعندي هنا الانبوت في ان 100 ملي فولت. طبعا اي حاجه احنا اتفقنا انها بتكون روت مين سكوير فاليو اكسبت اف ستيتد، يعني حتى لو ما حطيتش كلمه روت مين سكوير فاليو هي روت مين سكوير فاليو الا اذا ستيتد، الا اذا قلت انه هاي بيك فاليو. في دي دي 12 فولت، ار درين 3.3 كيلو، ار اس 2.7 كيلو، ار جي 10 ميجا، وعندي حوالين الار اس في مكثف سي 2 10 ميكرو فراد، وعندي من عند الدرين في عندي كمان مكثف اللي بودي على الاوتبوت اللي هو مثلا سميه سي 3. تمام. ايش كمان لازمني اعرف؟ اللي هي البارامتر بتاعت الترانزستور اللي هي زي مين؟ اي دي اس اس اللي هو بيساوي 8 ملي امبير، وفي عندي في جيت سورس اوف اللي هو بيساوي سالب 10 فولت. نبدا بالدي سي اناليسيس. في الدي سي اناليسيس بدي احلل بدون وجود المكثفات، هستخدم نفس الدائره للتبسيط يعني واستغلال اللوح. هدول حيكونوا اوبن سيركت، اوبن سيركت كل واضح. هاي دي سي سيركت. طبعا احنا اتفقنا انه اي جي اللي بتمر في الار جي مالها صفر، فار جي ايش حتكون؟ زيرو. كمان مره راح استخدم نفس الدائره، انتم بترسموا رسمه ثانيه، هذه حتكون شورت سيركت. هنا عندي في جيت سورس، ما انساهوش دائما بنبهكم انه هدول الفولتجز لازم تحطوه ما بين الجيت والسورس، لانه كثير من زمايلكم في الامتحانات السابقه او في السنوات السابقه قد ما انبههم ينسوها ويجي يعملوا الدائره يقولوا لي اي درين ار اس بتساوي صفر. مش قادرين نحل اكثر من هيك، اي درين بيساوي زيرو اذا الترانزستور اوف، وبتخلص الامتحان معهم. بدنا ننتبه لهي النقاط. اذا عندنا هنا في جيت سورس اوف وشفناها قبل هيك ايش حتساوي؟ ماينس اي درين في ار اس، وار اس عندنا ماينس 2.7 في 10 قوة 3 اي درين. هي أول معادلة اللي هي بتجينا من مين؟ من الجيت سورس لوب. بشرح عشان المصلح يعطيني علامات قدر الإمكان، ما أخسرش أي علامات. بيجي عندي اللوب الثاني اللي هو من الدرين سورس لوب. إيش عندي؟ في دي اس بتساوي في دي دي ماينس اي درين في ار درين زائد ار اس. في داعي انه اعمله بالتفصيل ولا خلاص صرنا حافظينه زي اسمنا؟ في داعي اعمله معايا؟ حنان، هبه، اسراء، كله معنا. طيب هاي جبنا اللوب الاولاني والثاني. طب انا ايش عندي مجاهيل؟ عندي في جيت سورس مجهوله وفي عندي اي درين مجهوله. إذا لازمني كمان معادلة، مين هي المعادلة الثانية؟
اي درين بتساوي اي دي اس اس في واحد ماينس في جيت سورس على في جيت سورس اوف الكل. طيب هاي خلصنا معادلتين بدي احلهم مع بعض، بعوض عن في جيت سورس هاي المعادله الاولى، هاي المعادله الثانيه، بعوض عن في جيت سورس في المعادله هاي وبحلهم حسب ما هو مطلوب مني. هل مطلوب مني اني احلهم جرافيكالي ولا مطلوب مني اني احلهم اناليتيكال؟ في الحالتين لازم احصل على الاجابه الصحيحه. الاي درين طلعت معايا بتساوي 1.9 ملي امبير، والفي جيت سورس 5.13 فولت، وفي درين بتساوي 5.73 فولت. ممكن احسب الفي دي اس برضو اللي هي من هذا اللوب، اللي هو عبارة عن في دي اس بتساوي في دي ماينس في اس اللي هو مي في اس اي درين في ار اس. تمام، نيجي للاي سي اناليسيس. انا كل حاجه بدي اياها صارت موجوده عندي للاي سي اناليسيس وجاهزه. بدي ارسم الايكوفالنت سيركت. اتفقنا انه الايكوفالنت سيركت ببساطه عندي هاي الكرنت سورس، كمان مره حرسمه عشان انه تصير سهله كتير عندكم الدائره. وفي عندي اللي هو وين راحت الدائره، انا طلع اشي تاني هنا. في عندي اللي هي ار دي على فيش عندي ار لود، فار دي هي نفسها ار دي. فيش عندي ار لود، انا ما حطيتش عند الاوتبوت، بس الاوتبوت وين؟ عند الدرين. يعني في اوت حيكون حوالين الدرين اللي هو نفسه حيكون حوالين ار دي. وبعدين عندي اللي هي الجيت، وهنا في جيت سورس عشان ما انساهوش. وفي عندي اللي هي الار جي اللي هي العشرة ميجا، وفي عندي اللي هي الفي ان اللي صارت كابلد من خلال سي واحد اللي مقدارها 100 ملي فولت. ار اس صار لها شنط، ليش صار لها شنط؟ لانه في عندنا سي 2 فعملها شورتنينج، وهذه صار عندي اللي هي الار دي. في حد محتاج هذه الدي سي اناليسيس؟ في حد محتاجها؟ تمام. طيب عندنا بدنا نحسب مين جي ام زيرو. جي ام زيرو قلنا بتساوي 2 اي دي اس اس على في جيت سورس اوف. 2 اي دي اس اس قديش لنا قيمة اي دي اس اس؟ 8 ملي امبير. في جيت سورس اوف معطينا اياها انها ماينس 10، هتكون بلس 10 الابسولوت فاليو تاعت 10. اذا حسبنا جي ام زيرو بتطلع 1.6 ملي سيمنز، هذه كوندكتانس، ترانس كوندكتانس، كارنت على فولتج. طيب جي ام ايش بدها تساوي؟ جي ام بدها تساوي جي ام زيرو في واحد ماينس في جيت سورس على في جيت سورس اوف بدون تربيع لانه فضلناها. ايش هتساوي؟ 1.6 ملي سيمنز مضروبة في واحد ماينس في جيت سورس اللي احنا حسبناها مع بعض ماينس 5.13 على في جيت سورس اللي هي ماينس 10. يعني لازم احلل الدي سي قبل ما اعمل اي سي لانه كل حاجة رسماني للاي سي. بتطلع معنا 779 ميكرو سيمنز او 0.779 ملي سيمنز. هذا بالنسبة لجي ام. ليش قلنا احنا اي في ايش بتساوي؟ ليش حسبناها؟ ماينس جي ام في ار دي. في هاي الحالة ماينس جي ام في ار دي لأنه فيش عندي ار لود. اللي عبارة عن ماينس 7.7.9 في 10 قوة ناقص 6 في ار درين اللي هي عبارة عن قديش احنا عندنا ار درين؟
3.3 كيلو. 3.3 × 10 في 10 قوة 3 بيطلع معي انه الامبليفيكيشن جي في ار دي خمسة وعشرين واحد. انا ضربها على طول في ال في ان، فعشان هيك بدي احاول اقيم ال في ان. هي مضروبة في عشر، يعني 2570 ملي فولت، برضو روت مين سكوير فاليو، او يعني 2.57 فولت. هذه سوري انا الفي متاسفه، احنا عشان بحاول انا على طول حاطه الفي اوت قديش، هو السؤال بده في اوت وحاطه اي في 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 ان. اي في بتساوي في اوت على في ان، يعني معناه في اوت بدها تساوي اي في 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 ان. اي في طلعت معنا 2570 في في ان، قديش مقدارها؟ 0.1 فولت، انه هي 100 ملي فولت. 100 ملي فولت يعني 0.1 فولت، فبيطلع معايا انها بتساوي 257 بس لا 257. هيك الجواب طلع معايا 257. في حاجة غلط، الجواب 275 ملي فولت، فأنا عملت حاجة غلط في الامبليفيكيشن. الامبليفيكيشن هي 10 قوة ناقص 3، بهمش أنا الرقم غلط، حد يضرب لي إياها. هذه ملي فولت، يعني لو أنا ضربتها في قسمتها، بدي أقسمها لقيتها على ال في اوت 257 هي ملي فولت مش فولت. 100 ملي فولت، انا عملت حاجه غلط مش سامحوني في انا بحاول احسب لكم، كنت الاي في شفهي فشكلي عملت حاجه غلط. فهذه 100 ملي فولت معناها قديش؟ 275 ملي فولت. هذا القلم الرقم اي في غلط، يعني انا اسفه متاسفه. الجواب بيطلع 257 ملي فولت، فقديش بدها تكون هذه القيمة؟ 2.757 في 100 على طول بتروح اللي هي بتصير 257. متأسفة. فهذه عبارة عن 2.57 صح؟ هيك بدي اصح، يعني انا حاولت اعملها شفها فخربطت متاسفه يعني. تمام، اذا عندنا الاوتبوت 257، بس احنا ايش اتفقنا؟ لما اطلب منك الاوتبوت ما تكتفيليش بالروت مين سكوير فاليو، بدك توضحي لي ايش اللي حصل معاكي جرافيكالي، حتى لو ما حكيتهاش اكسبليسيت بدك تعملي هذا الحكي. باش بعمل في ان فيرسس تي وفي اوت فيرسس تي. طب انا ما عنديش بيك فاليوز، فايش بدي اسوي؟ بدي اجيب البيك فاليوز. باجي بقول في ان بدها تساوي جذر 2 بيك في مين؟ في في روت مين سكوير فاليو، اللي هي يعني جذر 2 في 100. 100 ملي في جذر 2، حد يحسب لنا اياها. وفي اوت البيك هتساوي جذر 2 في في اوت، هذه في ان روت مين سكوير فاليو، روت مين سكوير فاليو يعني 100 المقدار 257 ملي فولت في جذر 2. قديش بيطلعوا؟ حد يحسب لنا اياهم؟ حد حسبهم؟ 14 من 100 هيك فولت، مش ملي فولت، فولت. تمحولها دغري لفولت، الملي هاي 0.1 في اللي هي جذر 2. طب والثانية؟ ستة وثلاثين من مية. عشان خليهم يوضحوا أكتر خلينا نقول 140 ملي فولت، وهذه 360 ملي فولت، يعني خلينا نقول الفي ان والفي اوت بالملي فولت.
اقصى قيمه لل VN اللي هي 140، فحنقول هاي 100 او 50 150 ماينس 50 ماينس 100 نوسع مش مشكله، بعيد رسم الفي اوت وهنا عشان اخليه عدل 50 ماينس 50 ماينس 100 ماينس 150 يعني بتروح من وين لوين؟ ولا نرسمها مع نفس الرسمة أحسن زي ما أنا بعملكم دائما، بدي 360 تكون أقصى حاجة، عم بدي 400. خلينا على نفس الرسمة نعمل في إن وفي أوت. واضحة أنا عشان مش شايفة صرت لأنه أعلى كثير من الليفل تبعي. في إن بالفولت وفي أوت بالملي فولت، متأسفة. بدي أخليهم بالملي فولت أنا. في ان بالملي فولت وفي اوت برضه بالملي فولت. اكبر سكيل عندي اللي هي 360، يعني لو قلت عندي 100 200 300 400 وهنا حيكون عندي ماينس 100 ماينس 200 ماينس 300 ماينس 400. نبدأ بالإنبوت، الإنبوت أقصى قيمة 140، 140 يعني لو قلنا هنا 150 يعني شوية هنا حتكون صح؟ نفس الإشي لو قلنا هنا 50 شوية تحتها. فأنا حتكون من هنا لهنا. مش شوية تعوجت معايا بس أنتوا المفروض على الورقة ترسموها بشكل أجمل. تمام؟ هذا لمين؟ للانبوت. نيجي للاوتبوت، الاوتبوت بتروح طبعا في عندنا سالب، اشاره سالبه. الاشاره السالبه بتوحي لي انه في عندي فيز 180 درجه، والقيمه طبعا هنا انا نسياها بس بنحطها. الاشاره السالبه وهنا برضه في حساب الفي اوت، هنا القيمه تاعت الفي اوت، لما اطلب القيمه تاعت الفي اوت بس باخذ الابسولوت فاليو لاي في. بتروح من اللي هو قديش قلنا؟ في اوت من 360 بالسالب ل 360 بالموجب، هاي 300 هاي 50 يعني شوية زيادة عن 350، هاي 350 هاي شوية زيادة عن 350، بدها تروح من هنا. في امبليفيكيشن ولا لا؟ واضح انه في عندي امبليفيكيشن. اذا لازم اعطي السنس من خلال اني ارسم الرسمة كاملة. طب لو احنا بدنا نحسب تاثير اللود على الامبليفيكيشن، قلنا لو انه كان في عندي لود قيمته ار لود قيمته 4.7 كيلو، ايش القيمه ايش اللي بده يصير في التغير؟ لو كان عندي ار لود بتساوي 4.7 كيلو، ايش بده يصير للاي في؟ التاثير وين حيصير؟ على الار دي. هلقيت ار دي ايش بدها تصير؟ ار دي على التوازي مع ار لود. ار دي قديش قيمتها كانت معنا؟ 3.3 كيلو على التوازي مع 4.7 كيلو، بتطلع القيمة 1.94 كيلو، أكيد أقل من ار دي. وار دي وين بتظهر عندي؟ ار دي بتظهر في الأمبليفيكيشن. يعني لما تكون أقل من الار دي اللي كانت بدون اللود حيقل الأمبليفيكيشن. إذا أنا بتوقع على طول الأمبليفيكيشن ال، بالتالي في أوت الجديدة هتساوي جي إم آر دي في في إن. طبعاً في إشارة سالبة وإحنا فاهمين إيش معناها، اللي هي إنه في عندي فيز 180 درجة، بتطلع معايا قيمتها 151 ملي فولت مقارنة مع 360 ملي فولت. عشان هيك إحنا هاي كلهم الامبليفايرز لما انا بدي استخدمهم مع لود لازم نعمل حاجه اسمها ريزيستنس ماتشنج عشان احافظ على الامبليفيكيشن تبعي. عندي الانبوت ريزيستنس، الانبوت ريزيستنس احنا اتفقنا دائما انه لو انا حطيت القزمه هنا على طول مباشره عند الجيت اللي هي المحجبه اللي حاطه الشرب، هتقول لي قديش قيمه ار ان هنا، ولو حطيتها قبل السورس تقول لي ار ان توتال قديش.
ار ان بتاعت الترانزستور، هدول الترانزستورات بقدر اجيبهم من الداتا شيت، بتساوي بيبقى قايلنا في الداتا شيت قديش قيمة ار ان جيت، بنسميها ار ان جي، ار ان جيت بتساوي الابسولوت فاليو لفي جيت سورس على اي جي اس اس. واي جي اس اس هو عبارة عن الريفيرس كارنت اللي احنا بنقول عنه صغير كتير. فأنا عشان احسب الار ان بدي اجيب الريفيرس كارنت، وهي الفولتج اللي حواليها في جيت سورس، وبقسمه على الريفيرس كارنت وبحصل على ار ان جيت. ار ان توتال ايش هتساوي؟ عبارة عن ار جي على التوازي مع ار ان جيت. يعني مثلا بقولنا لو كانت عندي الـ I جي اس اس كمثال، نوسع غاد نرسم بلاش نضلنا زنقين حالنا. لو كانت عندي الـ I جي اس اس من الداتا شيت بتساوي 30 نانو امبير، شايفين صغيرة، رقم صغير لانه ريفيرس كارنت من الداتا شيت، واللي حسبناها عند في جيت سورس بتساوي 10 فولت. هنلاحظ انه ار ان جيت بدها تساوي في جيت سورس على اي جي اس اس، هنلاحظ انها بتساوي 333 ميجا اوم، رقم كبير. وار جي اصلا عندنا رقم كبير 10 ميجا، يعني الانبوت امبيدنس بتميزوا هدول الترانزستورات بلارج انبوت امبيدنس، يعني الاتنيويشن مش حنشوفه بالمره لانه عندنا لارج انبوت امبيدنس. فار ان توتال حتكون ار ان توتال بتساوي ار جي على التوازي مع ار ان جيت، اللي هي 333 على التوازي مع 10، هتكون اقل من 10 ميجا بس بتضلها كبيره، يعني 9.7 ميجا اوم. فإذا هدول الترانزستورات بتميزوا انهم هاي انبوت امبيدنس. اللقاء القادم حنشوف امثله على الموسفت للاي سي انلاسيس والانهانسمنت موسفت برضه في الاي سي انلاسيس.